بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقدم التقرير المعتاد بعد اللايف لمساعدة البيوت الصغيرة، علشان بنحاول نساعدها ونقف جنبها إن شاء الله تعالى. مننساش ان احنا ننوه في حصل الاحداث في الايام الاخيرة. طبعا كنا متتبعين مسار الصاروخ الصيني، وبعد ما خلص بامان والحمد لله وقع في المحيط الهندي الحمد لله تعالى بدون اي خسائر بشرية. جدت علينا احداث القدس، وبندعي اخواتنا الفلسطينيين ربنا ينصرهم ان شاء الله تعالى، ربنا ينصرهم ان شاء الله تعالى، والقدس في قلوبنا جميعا. بنقدم تم اختيار 12 اسم، نوجا ومريم ومي مشالي ويوميات ليديا في فرنسا، والأميرة سندريلا ساحرة العيون، وفتافيت السكر، وعواطف بيوتي، وحسين العتابي، وأم زكريا، وأم أيوب، والأستاذ حيدر، واسميرالدا، اسميرالدا أختنا اسميرالدا. طيب بنيجي نشوف المشاهدات بتتم ازاي، علشان بنقدم هذا التقرير بعد اللايف على طول. ده مشاهدات اختنا اسميرالدا، المشاهدات بتتم زي ما احنا شايفين، وهذا السهمان اللي بيلف حوالين بعض دول معناهم ان هو بيخلص الفيديو يروح على التاني. نيجي نشوف مين تاني. نروح ده اختنا نوجة، تمام. بعد كده معانا اختنا ام زكريا، معانا ايضا مي مشالي، معانا مريم ستار. مريم ستار الملفات بتلف كلها وراء بعضها. ده كان على المتصفح الاولاني. نيجي نشوف المتصفح الثاني عليه مين. عليه هنا عواطف بيوتي، عليه الاميرة سندريلا ساحرة العيون، علينا معاه هنا يوميات ليديا في فرنسا، معانا ايضا فتافيت السكر. متأكد ان السهمين بيلفوا ورا بعض كده، ايوه السهمين هم بيلفوا ورا بعض. معانا ايضا حسين العتابي، حسين العتابي. نيجي نشوف المتصفح الاخير، معانا الاستاذ حيدر، ومعانا ام ايوب، اختنا ام ايوب. نيجي نعدهم كده، واحد اتنين كده، واحد ادا اتنين، بعد كده نيجي نشوف هنا ادا تلاتة، اربعة، ادا خمسة، ادا ستة، ادا سبعة. بعد كده نكمل، ادا تمانية، ادا تسعة، ادا عشرة، ادا حداشر، ادا اتناشر. 12 كده، 12 بيت تم اختياره، ويتم مشاهدة 20 ساعة لكل منهم. برجاء ان شاء الله القنوات الصغيرة تقفوا مع بعض، ايدكوا في ايدين بعض، تعاملوا مع بعض بصدق، تمام. احنا بنفتح اللايف بتاعنا الساعة 11، الساعة 11 ان لم يجد جديد، وبنغطي الاحداث ان شاء الله تعالى. شكرا لكل اخواتنا، شكرا لكل من دعمنا، شكرا من كل من وقف بجانبنا في الايام السابقة، وشكرا لكل اللي كان واخد باله وبيتابعونا اول باول، شكرا لكم. واحنا بنعمل لايف مع اختنا منى رشاد الساعة 11 مساء بتوقيت مصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنساش انسى دور فهد، معانا اخونا فهد، وهو بيجيب لنا الاخبار اول باول. شكرا يا فهد، بارك الله فيك، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم صالح للرياضيات.